يبي يسامحني، يعني كل اللي سويته عشان راح كذا على الفاضي، ولا حتى يبي يقتنع اني هربت عشان ماني بحاسه بامان، خايفة على ابني. ما علي حبيبتي، بكره يهدى وينسى. يبي ندفع ثمن كلام قالته حور. انا مالي ذنب فيه ولا حتى لي دخل، حتى لو كانت جرحتها بالكلام. طب شو اسوي؟ خالتي قاعد يحطني قدام خيار صعب، يا اني اقعد هنا معكم في البيت او اطلع اعيش مع برا واترككم. لا، ما راح تترك هنا، خليك هنا. وفهد، فهد يحبك، واللي يحب صدق يا شهد اذا زعل يكسى. كل المفروض تسوين الحين انك تهدين وتخلين اعصابك اهدى وتتجاهلين كلامه، لانه اكيد قاعد يحاول يضغط عليك. طيب والحل شو تسوي؟ حبيبتي قاومي، العبي على الوقت. شهد المفروض ما تستسلمين، اللي بيستسلم الحين هو اللي بيخسر. فهد يحبك، وين بيروح؟ بيرجع. وإذا كنتي فعلاً خايفة على اللي في بطنك صدق يا شهد، لازم تبعدين عن حالة الانفعال والتوتر هذه، لأنها بتضرك. وش رايك الحين أسوي لك كاسة عصير برتقال تعدل لك مزاجك وتعدل مودك؟ هي تكفيني خالتي، يمكن الصداع هذا يخف شوي. حاضر حبيبتي، حاضر. بونجور. هلا والله، كأني شايف شيء متغير في المكتب. شو اللي متغير في المكتب؟ يعني هل هو كان مكتب وصار الحلاقة؟ لا مو للدرجة هذه، بس أنا خليني أعيد صياغة السؤال. كأنه في شيء مختفي من المكتب. حلو، أنت الحين من صباح الله خير تارك مكتبك جاي لي عندي عشان تشوف شنو متغير بالمكتب. شنو قمت تشتغل اكسسوار؟ أكيد لا، أنا عشانك على فكرة، فإذا عندك شيء ضروري قوله، لأنهم قالوا لي إنك أنت تبيني، ولا أنا اليوم مشغول حدي. بهالمناسبة أحب أبشرك إن بكرة عرسي.